قرار ان انت تختاري ان انت تبقي لاعبه كره طايره، ده كان قرارك ولا الاب والام قالوا لا دي فيها ده ايدها طويله ده هي طويله يلا هنوديها نلعب تلعب كره طايره لا انا اصلا كنت بلعب جمباز وسباحه، فكنت اصلا؟ بعيده خالص. بس بعد كده كنت عايزه يعني العب لعبه جماعيه، فكنت بين باسكت وفولي يعني. بس انا جربت الفولي الاول وكملت فيها بقى. فكان قرار شخصي منك يعني. اه